El de Lakin توابه توابه جول 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 ركلة جزاء نعم ركلة جزاء نعم ركلة جزاء لعبد الفتاح آدم مساو عبد الفتاح آدم والبطاقة الصفراء على الرئيس من بلحيم الرئيس من بلحيم يتحصل على البطاقة الصفراء ركلة جزاء التعاون يريد أن يسجل الثاني يريد أن يعمق الجراح ولكنه يطالب بتقنية الفار هذا عالمان والرئيس من بلحي زعلان من دفاعات الفريق أم زعلان من عبد الفتاح آدم أم من يا الرئيس من بلحي لكن الحديث الكبير بين عبد الفتاح آدم الذي اليوم يقدم صورة مثالية نجح في التشكيلة بيدرو إيمانويل بالثنائي الهجومي نعم شاهد الكرة ركلة جزاء أمل الاتفاق يعيد أمل الاتفاق كول 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 الثاني بيدرو إيمانويل الثاني للتعاون السكري ومحلى السكري ومحلى جمهور السكري مساء جميل للتعاون شوط مثالي للتعاون التعاون يقدم درسا للاتفاق نعم 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 هذا توامبا ثانكس مين يا توامبا المين يا توامبا لكن هذا الهدف الذي ياتي على يمين مونبلحي لكن مونبلحي راح يسار والكره يمين وهدف ثاني للتعاون نعم